حلال أقولك الموضوع ساير ترند في كل مكان يسولفون عنه. أبو عامر متزوج السنابية المشهورة آية. معقول يا أخوان؟ دحين أبو عامر الكبير في السن المنتهي ده متزوج الصاروخ النتفة دي؟ ما أنت مصدق؟ أفتح سنابها شو أفتح. تعال أوريك. شف حتى هي مصوتة بسنابها. شف يا لطيف يا لطيف يجعله خفيف. طب هذه ما عندها أخت أتزوجها؟ خطير أنت يا عزوز، تبغى تصير عم عامر عشان يحترمك. ياتك ما فكرت. شوف سواها اللي ما يستحي. تستاهلين يا ما حذرتك. ما تسمعي الكلام يا حبيبتي. انا مالي قاعده بهالبيت. وين بتروحين يا حظي؟ ناس انك انت اصلا مقطوعه مشجره وما لك احد. بتروحين شقه اللي في الشانزليزيه ولا اللي في كان؟ الله، كله القريه العالميه يا اخوين. هذاك اللي سبب الايس كريم تعرفينه؟ يا اخي يمكن ياسين العروس زينة. زين ان اخوي تزوج واحدة حلوة نحسن الانتاج. تصوير وشكلك مخرب الحفلة. أنا شكلي مخرب الحفلة؟ إيه مخرب أم الحفلة. أجل تعال معي تعال معي. كل واحد يروح بيته هلا، وانت حط الثوب البني في الملحق. يلا مشينا. جو جو جو. مبروك مبروك. الله يبارك فيك الله يبارك فيك. تفضل يلا حيس. ابو عامر. هدوا عليك ابو عامر، شو تريدين انت؟ من هذول؟ عرفني عليهم. تركيك منهم، تعالي حبيبتي. انا اعرفك، هذه امي. اقول لك كذا قلة ادب. يا حلوة خالتي آية، تخلخلت عظامك. تهبل 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 يما مباق رجلي دادا مباق رجلي. هارد لك يما. هذا الحلو كاتلني عمشة بتوجد أحبة ورد كلمة. وانتي شلون عمتي بيا ما افتهمتي؟ وانتي شلون عمتي بيا ما افتهمتي؟ روحي كلها يما يا عما يا عما. اروح فدوى لهالصوت. خير شبي؟ لا بس معك خدمة الغرف اذا تحتاج خدمة ولاش. شف طلب جاي من مطعم الاسماك، استلمها منه وهاته. طيب والفلوس؟ ايه الفلوس. ما شاء الله صوته حلو. مو بشغلك. خذ هذه 500 حاسبه ورجع الباقي. ابشر ابشر. اتحداك الاحمر البطل. اقول لك انزل.
الحين تهجسين يا حظي؟ قومي سلمي عليها مثل ما تسلمنا عليها علشان تعرفت. ماني بمسلمة عليها ولا أبي أشوفها حتى. يا بنت الحلال تعوذي من إبليس وروحي سلمي عليها. هاتي هاتي هاتي، لجيت تسلمين عليها شدي على يدينها. أبيك توجهين لها رسالة، رسالة حقد وكراهية، وإن تناويتها على نية قشرة. أبيها تبلع العافية، فهمتي؟ ماني بمسلمة عليها خلاص. أوف غبية، طول عمرك غبية، من خبات أخوي وأنتي غبية ما تفهمين. خلت خلت مثل ما أنتي لين يعرس على الثالثة والرابعة ويطلق سنتي. هلا متابعي نوف، شلونكم؟ أخباركم؟ نوف حبيبتي وصديقتي وأموت عليها. أنا هذه خالتي. شنو خالتي؟ خالتي يعني زوجة أبوي. وخالتها هم دديري بدديري بدديري بد. توكري جاك قاتل المتعة. قاتل المتعة. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا خلايا؟ زينة، أنت شلونك؟ أنا زين الحمد لله. شكو ماكو؟ لا والله ما سويت شيء، لكن اسمي أنا جاي بنصح نصيحة لوجه الله. شنو هي؟ أبوي أنت تزوجتيه وبتتوهقين فيه، أنا أقول لك إياها على بلاطة، أبوي طفران. طفران؟ إيه طفران، يعني ما عنده فلوس. أنا أنصحك افقعي. افقعي شنو؟ أنا أبوك أحب أموت عليه. يا بنت الحلال الحب ما يوكل عيش. نصيحة، ازبني. ازبني شنو؟ ايش تقصد؟ الحين هذه شلون افهمها؟ انت يبي لك قاموس، قاموس جوجل مترجم. ولك انهزمي ابويا ما عنده ولا فلس. ابوك عنده 10 مليون ريال. كذابه. شنو كذابه؟ انا قايل لها عطني 2000 ريال جنوط للهلي ورفض. انا ادبر لك اياها انت تدلل. اكيد. اكيد. يعني الحين انهزم ولا اجلس؟ لا اقعد. بيبي يا هلا يا هلا بالحلو يا هلا بالجمال كله يا هلا حبيبتي. ما اشتاقيت لي؟ اشتاقيت لك. شو ما اشتاقيت لك؟ انا جاي عشانك. اريد اطلب منك طلب. طلب انت طلب روحي. اريد منك 2000 ريال. انت تقول 2000؟ قولي انطيني انطيني. انطيك هذه 3 ولا انا سالت ايش تبي فيه. قولي. ميرسي. تفضل. والله الناس قوية. ايش قلت لك؟ ابونا انهبل وهاللي ما تستحي مجلسته في الشمس. يا بنت الحلال، البنت برستيج وجالسة تسوي مع أخوي رياضة اليوغا، وش عرفت أنتي باليوغا؟ خلت بس مع ذا الكبسات وضرب الخمس يا الدبة. أنا الدبة. هلا والله بالرياضة البطلة. صح صح يبا. وين يبا؟ جالس بالمشراق انت مع ابو صالح. لا تفشلنا مع آية يبا. صح 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 لا تفشلنا معايا. مد يدينك. نظام مدارس. نظام مدارس ايه كذا ممتاز. اللي نبيه يا جار انك تستر بردك. ترى الستر زين وهو صادق. ترى ما جيناك الا محبه وغلق، وما يرضينا الناس تتكلم فيك يا ابو عامر. الا انا راضي، وانا احرم في بيتي ولا انا اسوي فيه انا احرم فيه. احنا جايينك ناصحين وانت بكيفك. الحجر من الارض والدم من راسك. لا تفكر في نفسك بس، فكر في عيالك وفي كلام الناس. جزاكم الله خير ونصيحتكم وصلت. ومن اول ابو زهويكم والحين هونت من الله. مشينا. وش هالحدس يا جار انت هذيك؟ كلهم ظهروا زعلانين. والله على هواهم. اللي يزعل يزعل على كيفه بمعنى الله. الله يرضى عليك. مو بهذه من عاداتنا ولا. سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. يا حلا عيني بيبي، جهزت لك الحمام، ما تقوم تاخذ شاور ترتاح شوي؟ اي مو على عيني. اقول يا جار، ما عندها اخت للزواج؟ ما عندها، ولو عندها ما راح نعطيك اياها.